مرحبا بكم على قناة خالد بيوسف. السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم غادي تموتوا بالضحك ملي نبين لكم النيفو ديال الكراغيل كي داير. قبل ما نبداو بغيتكم كاملين تهبطوا تابوناو، راه حشومه اننا باقيين في 278 عام هذا، يعني وقتاش غادي نوصلوا ديك 300 حتى 2060؟ الله يهديكم الكراغيل. عارف ان الكراغيل هما اللي كيحيدوا لي زابوني وكيديروا ديزلايك وكيسيني، يعني ما رجعتكم الكراغيل. كاينين المغاربه اللي يقدروا اننا ندير واحد طلعه صاروخيه ان شاء الله. يلا نكملوا. اليوم كنصادف بواحد الفيديو، كنلقى واحد الفيديو ديال اليونسكو، المندوب المغربي والجزائري، شد الكلمه المندوب المغربي، هذا المؤتمر ولا هذا الاجتماع اللي دايرين على ما هو ثقافي، شد الكلمه الجزائري. المغربي بعدا هضر على طاطا وعلى ما هو ثقافي في طاطا وهذا وهذا، شد الكلمه الجزائري قال لي الداخله العيون طان طان شي مدن اخرى ما ذكرهمش المغربي، قال لي هذوك راه في الصحراء، والصحراء عليها نزاع، يعني دخل السياسه في الثقافه ودخل السياسه في شي حوايج اللي شد الكلمه المغربي. سمع السبع نقلي ودني، قال لي اولا واش انت كتفهم اش كنقولوا ولا لا؟ قبل ما تهضر نقي ودنيك باش تسمع اش كيقولوا الناس. حنا هضرنا على طاطا، ما هضرناش على المناطق اللي كتقول انت، وهضرنا على ما هو ثقافي. قال لي كون الوفد ديالك ولا اللي مسؤول عليك بغى يدير خدمته غادي يجري عليك انت الاول. اجيو نسمعوا اش قال ونشوفوا. شوف بعدا غير اللغه ديال الجزائري، انت الا بغيتي تهضر بالفرنسي ولا لونغلي ولا الالماني ولا كذا تقنها بعدا عاد تمشي وسط الناس بدا تهضر. كيهضر ديك الترافاي ديك الفرنسيه ديال الافارقه. C'est dans le cadre de la non-politisation de cette organisation, j'aimerais intervenir. Intervenir. Il a été mentionné dans ma dernière présentation plusieurs fois les territoires du Sud, dont les territoires du Dakhla. Les territoires du Dakhla, c'est des territoires qui sont des territoires du Sahara occidental, non autonomes. لاحظ معايا ديك الصينيه اللي اللور كضحك وانتم ضحكه فين ما مشيتوا. سمع ديك الصينيه حيت فهمت اش كيقول كضحك اش كيقول هذا الحمران. مونسيوني او سوليني سو كي سوي لي تيريتوار دو صحراء اوكسيدونتال سون دي تيريتوار نون اوتونوم او لو بروسيسوس دو لا دو ديكولونيزاسيون ني با اونتييرمون اشتي. اقرا صاحبي وتمنيت نشوف شي كرغولي كيقرا مزيان صاحبي كيعطي شي كلمه مقاده. تي انتر غوفيرمونتال دو باتريمون. شوف السينيال الفوق، شوف هذه، شوف هذه السيده هذه، شوف هذه كضحك عليه وضحكه صاحبي، ما عمر شي مغربي يضحكوا عليه. شوف شو كضحك وكرغولي او ضحك. اي دو 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 كي اون اورغانيزاسيون qui relèvent du système des Nations Unies doivent continuer à respecter la loi internationale et la légitimité internationale. Merci monsieur le président. Président. président زعما زعما ما فهمتش، بغيت تهضر بالفرنسي يهضر بها مقاده، ولا هضر باللغه العربيه وخليهم يترجموا اليوم، ولا هضر بلونغلي مقاده ماشي مشكل، ولكن غير هضر بشي لغه اللي كتقنها وانت دابا ما كتفهمش. انت شوف المغربي كيتعجب فيه، واش هذا ما كيفهمش اش كنقول؟ واش وحنا كنهضروا هنا وهو كيجاوبنا هنا؟ يلا سمع سمع المغربي كيفاش غيعطي الدوماج كو جي اوكي اللي يستوي الذين يعلمون والذين. شوف السبوعه، شوف السبوعه، سمع سمع غادي نقلي ودني. لانترفونسيون دو الجيري كي ا بارلي دو نون بوليتيزاسيون. Je ne sais pas qui c'est qui a politisé ce débat, si ce n'est l'Algérie, malheureusement, encore une fois. D'autres sessions. Mais ça me fait sourire parce que l'obsession algérienne fait que malheureusement vous entendez mal ce qu'on dit. D'abord, le Sahara est un territoire marocain, occidental comme vous dites, il est marocain. Deuxièmement, nous n'avons pas parlé de Dakhla, nous avons parlé de Tata. Monsieur le délégué de l'Algérie, nous n'avons à aucun moment parlé de Dakhla. D'abord, donc votre obsession vous amène à vous. Les oreilles, vous n'entendez même plus ce qu'on vous dit. Les deux sites que nous avons évoqués, ce sont Tata et Guelmim. Voilà. Donc, troisièmement, il est étonnant
qu'un État qui se dit qu'il n'est pas parti à ce conflit artificiel soit le seul à s'exprimer sur cette question. Encore une fois, la preuve que vous êtes la principale partie, malheureusement, à ce conflit artificiel que vous entretenez depuis 50 ans. Je suis désolé de devoir vous répondre, mais votre folie, obnubilée par le Maroc, par son territoire, par son intégrité territoriale, vous amène à même plus écouter ce qu'on vous dit. On n'a à aucun moment parlé de Dakhla, monsieur. Malheureusement pour vous, à aucun moment. D'abord, et puis Dakhla fait partie intégrante du territoire marocain, que vous le vouliez ou non. Il y a un processus onusien. Vous êtes prié de sortir et de laisser les Nations Unies faire leur travail. Vous êtes en train de perturber, de manœuvrer depuis 50 ans sur ce dossier, malheureusement, au détriment de l'intégration régionale et du bien des peuples de la région. Je suis désolé de vous le dire, c'est malheureux à dire, mais encore une fois, je suis obligé. Vous êtes hors sol. On ne parle même pas de politique, nous sommes en train de parler de patrimoine culturel immatériel et vous vous permettez d'intervenir encore une fois sur les questions liées à l'intégrité territoriale du Maroc. Et ce qui me fait encore plus sourire, c'est que vous dites que vous n'êtes pas une partie intéressée, que vous n'êtes pas une partie prenante à ce conflit. Vous êtes la partie essentielle, vous êtes la partie principale à ce conflit que vous entretenez depuis 50 ans. Je suis désolé de vous le dire, monsieur. Attends, nous ne parlons pas de la CSA, nous ne parlons pas de l'intérieur, nous ne parlons pas de Tata. وانت دابا ناعس ولا ما كتفهمش اش كيقولوا وجاي كتنقز. شوف شوف شوف, شوف الحقد ديال الكاري غير يهضر ضد المغرب. الصحراء الصحراء والمغرب كما سفير مغربي كيهضر على الثقافه, كيهضر على طاطا, كيعرف بالاشياء ديال تما, وهذا انت جاي كتنقز عليه. ولكن شوف دائما كنعطيهم دروس فين ما بغى. ديما المغربي كتلقاه سبع كيعطيهم الدرس دق صافي رجع لبلاصتك البغل اجي تشوفها اعتراف من عندهم. سمع الدليل الثاني اللي ممكن نتكلم عليه اليوم اللي هو قبل 1600 سنة. يعني يقول قائل انه احنا صممنا هذا القميص قبل والله شوف سمحوا لي الكره كلكم بحال هكا انت داك القميص اللي فيه دوك الزخارف ديال الزليج المغربي اللي دارت اديداس والمغرب قالت ليها اما اعترفي انه مغربي اما حيديه. خرج كرغولي قال لهم احنا درنا داك التوني قبل ب 1600 سنة في عقله دابا. اسمع والدليل الثاني اللي ممكن نتكلم عليه اليوم اللي هو قبل 1600 سنة. يعني يقول قائل انه احنا صممنا هذا القميص قبل 1600 سنة. ثم قال ماذا؟ صممنا هذا القميص قبل 1600 سنة. الله يلا شوف رفع القلم عليهم. شوف خصنا ما بداش نحاسبو زعما صافي راه كراغ علاش غدير واش الكرغولي غادي يبدا يحاسبو. اسمعوا تعلموا تحيه للقبائل. هذا قبائلي حر. اسمع اش قال هذا ما كيحملوش. علاش؟ لان كيقول لهم المغرب هربات علينا. المغرب خدامه واحد البلاطو قال لهم اش بغيتو باش نعادي المغرب. انا ما غاديش نهضر بالخايب على المغرب. هذوك جيراننا خوتنا هذا كيهضر زوين, هذا كنحترمو. قبائلي حر وتحيه للقبائل. اسمع اش قال لهم. هاولي كتعلموا راني قلت في الهند كاين اكثر من 10 لغات رسميه. المغرب عطاتنا درس من المغرب سبقت الجزائر. انا في المغرب ما حملوش ذا ما كرهوش يقطعوا ليه الراس في هذه اللحظه. تعاود شوف على شوف كلهم كيلبحوا خصو يسكتوا فهمتي. خليو السيد يهضر صاحبي, خليو السيد الكرغل. هاولي كتعلموا راني قلت في الهند كاين اكثر من 10 لغات رسميه. سكتوا دابا غير جبد المغرب كيغوتوا. عطاتنا العوده. عاود ركزوا معايا بقاو ساكنين غير جبد المغرب. اسمع هاولي كتعلموا راني قلت في الهند كاين اكثر من 10 لغات رسميه. المغرب عطاتنا درس من المغرب سبقت الجزائر. انا في المغرب كاين جوج لغات رسميه. كشاف الخطاب سي مصطفى سي نور الدين ختال عطى مثال صحيح. المغرب جارنا بلد جار ورسم اللغه كتعرفوا نتوما الجوره. ثم اللي كديروا لنا مشاكل كتعرفوا الجوره ما وقعلوش نفس. لماذا تي هو شوف المغرب سيستيم قبل كي كيتكلم ها توانسع وصحاب الهريسه شبروا 10 الناس على دستور المغرب. يعني المغاربه متقدمين علينا ياسر في الميدان هذايا. دي المغرب عندهم ملكيه اسلاميه, الملك فيها فهمت امير المؤمنين ومسلمين. عاش الملك. ما عنده حتى حد ما ينجم يتكلم. شوف الدستور نتاعهم
شوف الدستور نتاعهم كيفاش التفتح نتاع الدستور هذايا على الأمازيغية وعلى الحضارات الخارجية وعلى البعد المتوسطي إلى غير ذلك. نعطيك على سبيل المثال في المغرب، دولة شقيقة في المغرب ولا في تونس شقيقة، عندها مواد الزيوت، الزيوت هي محلية واستهلاكية. محلية. دولة شقيقة في المغرب ولا في تونس شقيقة، عندها مواد الزيوت، الزيوت هي محلية واستهلاكية، ما يستوردوش. نعطيك على سبيل المثال السكر، مادة السكر من البطراف، السكر موجود كانت قبل يغرسوه في البلاد، موجود حاليا في مصر موجود السكر يديره. إذا نحن عندنا كل الكماليات موجودة وعندنا كل الطاقات الموجودة. العقل اللي ما عندكمش يا صاحبي، راه كل شيء موجود وكل العقل، ولا الغاز والبترول عندكم، كل عندكم الأدمغة ديال المغاربة، كل عندكم واحد اللي كيسير الدولة كصاحب الجلالة. شوف شوف كيرد المغرب بلا غاز بلا بترول، يعني بالحكامة ديالو وبالرزانة ديالو، شوف كيفاش رد المغرب. انتما عندكم عبد المجيد ما عرفتي تمشى حتى يهضر، كيفاش بغيتي يرد لك الجزائر وهو دوك يعني الغاز والبترول ودوك الملاير اللي كيرد كيفرقهم للجيران الجنرالات ولا الكبرانات وكيمشيو يخرجوا بحالو ويخليو الشعب كيتقاتل على الحليب والزيت. مثلا ناخذ مثال، لماذا مجال الاسمنت المغرب يصدر لكل افريقيا؟ نعم. والجزائر تستورد الاسمنت، هل الاسمنت منتوج استراتيجي وما لازمش يدخل في القطاع الخاص؟ لما يكون عندنا تلك وزراء يهانون، واقول وزراء ولا اقول فلان ولا علان، انا اتكلم عن وزير جزائري يهان كمهينة الدولة. هو رمز، لم يتكلم حتى وزير الخارجية لوران فابيس لم يعتذر، عكس ما حدث مع المغرب العام الماضي لما حدث مع المغرب مع الوزير المغربي، اتخذ الذي اتخذ موقف مباشرة وصرح علنا ويعتذر هو رئيس الوزير الخارجي. علاش؟ واش هو الاختلاف بيننا وبين المغرب؟ هذا السؤال مطروح. جند وبرك في إطار الخدمة نتاعو يخدم في بلاده، ماشي يعني يضرب البلاد هذه كل كيما راهم يديروا المغاربة. هذا لولو اي هذه هضرة زوينة. قال لي خصنا نجندوا نبنيو بلادنا ماشي نضربوا في بلادات الناس، يعني في المغرب. قال لي كيما يديروا المغاربه، باش اعترف اننا حنا ما كنردوش عليهم، حنا كنخدموا بلادنا. ها باش تعرف المغربي انك محسود، ان كل شيء حازدك. ها انت كيما راهم يديروا المغاربه. عاودوا هذا الاختلاف بيننا وبين المغرب. هو السؤال مطروح. جندوا برك في اطار الخدمه نتاعو يخدم في بلاده، ماشي يعني يضرب البلاد هذه كل كيما راهم يديروا المغاربه. هذا اللوبينغ هذا يسميوه اللوبينغ، هذا يستعملوه هما دروك المغاربه جار، ماشي مجندين غير المواطنين المغاربه اللي تم جندوا حتى الجزائريين ضد الجزائر. وهذا هو المشكل. جندوا اطارات فرنسيه. حنا نقولوا من ناحيه الرياضيه نريحوا في الرياضه، ما نروحوش للجانب السياسي. نظن بلي الدوره كانت تكون ناجحه 100% لو استضاف بها المغرب الشقيق. عندك رايد بحكومه تقول شي قال له مصطفى الدوره كانت تكون احسن من بطولة العالم للأندية اللي صادفها في شهر ديسمبر. نظر حتى الإمكانيات الموجودة في المغرب، ضمن بعض البلدان الإفريقية ما عندهاش إمكانيات المغرب حتى من ناحية المسافات. نحن كذلك الثانية شفنا بأن الجزائر كانت بعيدة كل البعد لمدة عدة سنوات على القارة الإفريقية. المغرب دخل بقوة في القارة الإفريقية ووظف الدبلوماسيه نتاعو بقوه، وعرف كيفاش يستثمر، استعمل الدبلوماسيه الموازيه اللي كنا نتكلموا عليها بالنسبه لرئيس منتدى المؤسسات. الجزائر الان لازمها تقوم بالدور هذا، يعني الشارع، ولكنها لا تقول للجزائريين بان سعر المازوت في المغرب هو 1.10 يورو وفي تونس هو 1.10 يورو. شوف باش نكونوا واقعيين، كل شيء باين في هذا الفيديو ان المغاربه محسودين على هذا الدوله ديالهم وعلى الاستقرار ديالهم وعلى فين وصلوا اقتصاديا وثقافيا وكلش. كما كنقولها ديما، حنا ماشي وصلنا للقمه لكن حسن من الكراغيله وتوانسه والجيران. صراحه اخر هذا الفيديو بغيت الاراء ديالكم في الكومونتير كالعاده، الرقم الواتساب اسفل من هذا الفيديو بغيت توصل معي باش تفعلوا ليه لاشين بثمن مناسب ومضمون ونبقى معك خطوه بخطوه تتفعل. الاراء ديالكم كتهمنا، ولي كومونتير وتابوناو معنا وشي لايك. يلا السلام عليكم. اعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك والاشتراك بقناتنا حتى يصلك الجديد.